كفو يا سلامة، ما شاء الله عليك ماخذة كل هالكتب البيت. هي لا شك أن إعلان عام 2016 عام القراءة في الإمارات كانت له نتائج إيجابية لنا كلنا، وأنا كدكتورة حابة أكلمك عن الفوائد الصحية للقراءة. أها هي نعم يا سلامة، القراءة لها فوائد صحية بعد. أها القراءة ممكن تخفف نسبة التوتر عند الإنسان بنسبة 60%، يعني أمراض عصبية أقل، صداع، قرحة، ضغط دم، أمراض قلب وسكري أقل. فعالية القراءة بتخفيف التوتر هي 700% أكثر من ألعاب الفيديو، 300% أكثر من المشي، 100% أكثر من الشاي، و70% أكثر من الموسيقى. وتكفي 6 دقائق قراءة في اليوم عشان ترخي التوتر العضلي وتبدل الحالة العقلية. علمياً القراءة تساعد على إفراز هرمون الإندورفين اللي يخلي الإنسان يشعر بالسعادة، خاصة إذا كان يقرأ كتاب يحبه. عشان شي ممكن تقرين كتاب تحبينه أكثر عن مرة ودوم تستمتعين بقراءته. بكل الأحوال خلي القراءة تكون غذاء للنفس والجسم، وعساكم دوم صحة وسعادة.